استاذ سعيد، خلينا نتفق على حاجه. احنا مش هنا عشان نصعد الموضوع، احنا هنا عشان نحل الموضوع وفي نفس الوقت نحمي حقوق ماجد. يعني حضرتك عايز تحمي ابني مني؟ نحمي حقوقه، بتهيألي والدته برضو شايفه كده، وهي كمان عارفه مصلحته، عشان كده احنا هنا. ماجد لسه صغير وما يقدرش ياخد قراراته، وامه هتضيعه وهتضيع مستقبله زي ما كانت هتضيع مستقبلي زمان. انت ما تتكلمش على ماما كده قدام الناس. اه استاذ سعيد، ابنك لعيب جامد قوي، سيبه يحترف. الاحتراف في السن ده يفرق معاه. حضرتك عارف في مصر كام واحد احترف في سن صغير وده فرق معاه قد ايه؟ ومش بس في مصر، في افريقيا كمان اللعيبه كلها بتحترف في سن اصغر من ماجد كمان. وشوف حضرتك كمان كام واحد احترف في سنه وهو مش فاهم حاجه وحياته باظت. سفر دلوقتي لا. طيب حضرتك ليك راي وام ماجد ليها راي تاني. احنا ما عندناش دلوقتي حل غير ان احنا نرفع قضيه نقل وصايا. عايز ترفع قضيه عليا يا ماجد؟ عايز تنقل الوصايا لامك؟ امك اللي ما تعرفش عنك اي حاجه ولا يهمها بتروح فين ولا هتعمل ايه؟ استاذ زين، حضرتك عندك اولاد؟ الحقيقه لا، للاسف. يبقى عمرك ما هتفهم اللي انا بعمله. انت ماجد بالنسبه لك مجرد بزنس، صفقه هتاخد منها قرشين وخلاص، انما بالنسبه لي ده ابني الوحيد، لازم اعلمه واطمن على مستقبله، ومش هسمح انه يضيع مني لمجرد انه عايز يلعب كوره. انت اللي خليتني العب كوره من عندي 3 سنين، انت اللي حببتني فيها اصلا. ايوه، العب زي ما انت عايز يا حبيبي، انما لما تبقى الكوره هتاثر على مستقبلك لازم انا اتدخل في القرار. وانا مش هسمح لك تضيع مستقبلي. اخرس، صلوا على النبي يا جماعه. يا استاذ سعيد اوعى تتكلم معايا كده تاني ابدا. استاذ سعيد يلا، انت سيب باباك كده، يلا وراه. انا ماليش دعوه باي حاجه، انا عايز ارفع القضيه دي في اسرع وقت. طيب يلا حبيبي هنرفعها، يلا روح لباباك. هنعمل ايه؟ روح قابل والدة ماجد وامشي في الاجراءات. زي ما انت شفت اللي حصل، ده اب وخايف على ابنه وما كانش عايز يسافر وهو صغير، وامه موافقه انه يسافر، وابوه هو اللي حببه في الكوره، واحنا في النص نعمل ايه؟ احنا هنرفع دعوه بس، وزي ما انت قلت ابوه خايف عليه فعلا، يعني بيحبه، يمكن لما يلاقي الولد مصر على اللي هو عايزه يغير رايه. خطه يعني. طب افرض ما غيرش رايه؟ هنقل الوصايه لامه. ايوه زين، بس كده علاقته بابوه هتتدمر. ليه؟ هو انت ما شفتش علاقتهم اصلا عامله ازاي؟ احنا اللي هندمرها. اولا انا بحاول احل الموضوع من غير قضيه، ثانيا احنا مالنا؟ صحيح احنا مالنا، ده مجرد اب وابن يخسروا بعض. عارف يا زين، انا ابويا مات وانا صغير، واخر حاجه بينا كانت خناقه وهروب من البيت. انا لو رجع بيا الزمن تاني وخيروني ما بين اي حاجه وبين ان انا اسمع كلام ابويا، اختار ان انا اسمع كلام ابويا. هو انا الحقيقه مش عارف علاقتك بوالدك. علاقتي بابويا ما تخصكش، دي اخر مره تدخل في حاجه مالكش فيها. روح شوف شغلك اللي هي القضيه اللي في ايدك، يا تحلها بره المحكمه يا جوه. اتفضل.